والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. الله تعالى أثنى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ومدحه في آيات عديدة، وخاطبه بيا أيها الرسول وبيا أيها النبي تشريفا وتعظيما وإكراما له صلى الله عليه وسلم. ثم إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الرسول عليه الصلاة والسلام، محاسنه صلى الله عليه وسلم، لا يحصيها إلا الله. وكما قال العلماء، واحفظوا هذه العبارة، العلماء قالوا في هذا الموضوع: إن بركات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصيها إلا الله. بركات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصيها إلا الله. وقد ذكر الفقيه البرزنجي في
قصة تذكر وتروى في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهوديا أسلم بسبب ذلك. ما هي هذه القصة؟ روى البرزنجي رحمه الله أن يهوديا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: صف لي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: اذهب إلى عمر. فذهب اليهودي إلى عمر. وهنا انتبهوا، هنا أبو بكر ما كان يعرف أن هذا اليهودي يريد الإسلام، يعني لم يأتي طالبا للإسلام، ولم يأتي سائلا عن كيفية الدخول في الإسلام، لا. فأبو بكر لا يكون أخره، واضح؟ أبو بكر رضي الله عنه لا يكون أخره، هو شيء عم يسأل عن أوصاف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد التوسع في ذلك. قال أبو بكر: اذهب إلى عمر. فذهب هذا اليهودي إلى عمر رضي الله عن عمر، ثم عمر أيضا لم يؤخره لأنه لم يظن أنه جاء يريد الإسلام، قال له: اذهب إلى علي. علي رضي الله عنه قال لهذا اليهودي: صف لي نعيم الدنيا. هو هديك عن شو عم يسأل؟ عن ماذا يسأل؟ عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي أخلاق رسول الله، هذا سؤاله. شو قال له سيدنا علي؟ صف لي نعيم الدنيا. فقال له اليهودي: ومن يطيق ذلك؟ كيف بده يقدر يجمع أنواع نعيم الدنيا وما فيها من نعم ونعيم؟ قال له اليهودي: ومن يطيق ذلك؟ قال له سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: الله يقول: قل متاع الدنيا قليل، وهذا القليل أنت لا تستطيع أن تصفه لي. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وتريد مني أن أصف لك هذا الخلق العظيم؟ فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. فانظروا إلى سعة كرم أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه العظيمة وصفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما فيه من صفات حسنة وكرم وجود وبذل وعطاء وسخاء وصبر وتحمل، وما فيه صلى الله عليه وسلم من تواضع وانكسار وزهد، وما فيه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة، وما فيه صلى الله عليه وسلم من حب الخير للغير، وما فيه صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنة التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. فكل هذا يدل على عظيم أخلاق النبي العظيمة العظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والآن اسمعوا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض
شرحه لحسن الخلق معلما لبعض الصحابة قال أن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، أن تصل من قطعك، هذا من الأخلاق الكريمة، وأن تعفو عن من ظلمك هذا من حسن الخلق، وأن تعطي من حرمك هذا من الأخلاق العالية. الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذه العبارة، كل خصلة خير أمر القرآن بها فهي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى الخلق الحسن؟ كثير بنسمع الأخلاق الحسنة وحسنوا أخلاقكم، بس شو تعريف؟ شو هو الخلق الحسن؟ الخلق الحسن أن تحسن إلى من أساء إليك، بل أن ترد الحسنة بأحسن وأن ترد السيئة بالحسنة. هون نبلش نسأل حالنا، أن ترد الحسنة بأحسن شيء عظيم، وأن ترد السيئة بالحسنة هذه بدها مجاهدة نفس كبيرة. شو بدها؟ مجاهدة نفس كبيرة. هلا قد واحد مثلا يبعث لك هدية مثلا قلنسوة، هذه هدية، انت بعثت له رداء، ترد الهدية الحسنة بأحسن. بعثت له مثلا شيء أعظم من ذلك. طيب أما واحد يسيء إليك، يعني يسبك مثلا، يسب أهلك، يأذيك، يأذي أولادك، يحكي عن زوجتك، يطعن بشرفك، بعرضك، يتكلم في أخلاقك، يعني يتكلم بالكلام السيء، بالكلام الذي هو طعن، هنا في غالب نفوس الناس قد والعياذ بالله بعضهم لا يسكت وقد لا يرد بما هو عفو وصفح، بل بعضهم قد يتجاوز إلى الظلم الأشد، قد يأتي والعياذ بالله على قتله، قد يأتي على قتله. طيب شو المطلوب منا شرعا؟ أن نرد السيئة بالحسنة. اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله، من المقرر، من المقرر في الشريعة أن ثواب الإحسان لمن أساء إليك، انتبه منيح، لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. لماذا؟ لأن الإحسان لمن أحسن إليك هذا شيء سهل على النفس، واحد بيحبك، بيكرمك، بيمدحك، بيدافع عنك، بيحفظ لك أولادك، يعطيك، يرسل إليك الهدايا، نفسك بتصير بتحبه. مش بيقولوا نفوس الناس جبلت على حب من أحسن إليها؟ هذا بعادة أكثر الناس. طيب اسمع معي ماذا قال، من المقرر في الشريعة أن ثواب الإحسان لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. الإحسان إلى من أحسن إليك أنت تستلذه، تنبسط، تفرح أنه هذا عامل معي منيح، عامل معه منيح. اسمع سؤال، أكبر يعني ثواب الإحسان لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. لماذا؟ قال لأن هذا فيه مع الإحسان ثواب كسر النفس لوجه الله، عم تكسر نفسك لوجه الله مع الإحسان. واحد بعت لك سيارة، بعت له كاميون مثلا، بعت لك جيش، بعت له خاروف مثلا، بس واحد ضربك كف بكل قوته بالشارع بين الناس، توقف انت وتدعي له وتقول له عفى الله عني وعنك وتمشي، وانت عنتر الشارع وابو علي الزاروب، وانت قد يقال ابضاي المنطقه، وقادر تنتقم منه وقادر تضربه،
وأنت قادر على الانتقام، لكن لم تنتقم لنفسك، لم تضربه ولا قتلته ولا شتمته ولا سبيت أمه أو أخته أو بنته أو عرضه، لا، أنت قادر على الانتقام. هو ضربك الكف نتشك الأرض، وأنت قمت قلت له غفر الله لي ولك، عفى الله عني وعنك، ثم تركته ومشيت، ثم تركته ومشيت. هذه قدي بدها مجاهدة نفس. أنت عندما تدعو له، هذا مش إحسان منك لإله، مش دايما الإحسان بيكون بالمصاري وبالتياب وبالقميص وبالخاروف، لا، هذا الدعاء إحسان. بتعرفوا شو ورد في الحديث مما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه؟ يقول: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد كافأه. واحد عمل معك منيح بالهدايا، انت ما عندك اموال، ما عندك مال تبعث له، ما عندك ثياب تبعث له، ما عندك سياره تعطيه اياها، قلت له جزاك الله خيرا. شايفين هذا الدعاء؟ قال: فقد كافأته. هيك ورد في الحديث. فشو بيقول سيدنا عمر؟ بيقول: لو عرفتم قدر هذه الكلمه لاكثرتم منها من بعضكم لبعض. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هذه الكلمة العظيمة، هذه كثير من الناس ما بينتبهوا لها. يكون كافأه. إذن هذا الإنسان اللي أنت دعوت له، قلت له غفر الله لي ولك، عفى الله عني وعنك، هذا إحسان منك لإله. أنت تدعو له ثم تركته وذهبت، لم تنتقم لنفسك. ثواب الإحسان لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. هذا اللي عم بيعطيك وبيبعث لك وبيكرمك وبيحبك، نفسك بتميل لإله. يمكن لو أعطيته عفش بيتك بتكون مبسوط إنك بتحبه، أما واحد بسبك وضربك وضرب مرتك بالشارع مثلا، هذه بعض الناس قد يقول لك كبيرة، قد يقول لك كبيرة أنه ضرب مرته بالشارع. الله ماذا قال في القرآن؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واحد من الصحابة، من كرام الصحابة، من أجلاء الصحابة، ابن خيو، اسمعوا وانتبهوا، قتل له ولده. يعني الشاب قتل ابن عمه، واضح؟ كلام واضح. الشاب يعني قتل مين؟ ابن عمه. ووالد المقتول وجيه في الناس، وجيه في الصحابة، جاءوا بابن أخيه له مكبلا مقيدا موثقا. يعني كم شو القاتل؟ قاتل ابن خيه للأب، واضح؟ جابوا لعنده موثقا، موثقا، جابوا لعنده موثقا ربطينه وأدخلوه على عمه. اسمعوا شو عمل العم الصحابي الجليل. شاف ابن خيه مربط اللي هو قاتل، وقاتل مين؟ ابنه. قتل له ولده، قتل ابنه، ما قبل يبقى مربط. الله أكبر. قتل له ولده، قتل ابنه، وأدخل عليه، ها؟ وأدخل عليه بالوثاق، ما رضي. تعرفون ماذا قال؟ حلوا عنه الوثاق، فكوا له إيديه. لا إله إلا الله. شوفوا الأخلاق الكريمة، شوفوا الأدب والتواضع والجود والسخاء والنفس السخية الطيبة. قال: فكوا عنه الوثاق، فكوا له الحبل عن إيدين. ثم ماذا قال؟ عم بيحكي مع ابن خيه، مع القاتل. قال له: قطعت رحمك. عم ينصحه: قطعت رحمك وعصيت ربك، حلوا وثاقه وخلوا عنه. ما قال لهم فرموه، ما قال لهم شقفوا، ما قال لهم احرقوا، وهو لو أراد ذلك كان قادرا عليه.
شوفوا ما قدر يخليه مربط وهو قاتل له ابنه. ثم ماذا فعل هذا الأب؟ أم المقتول يعني زوجته كانت من قبيلة أخرى، ليست من نفس القبيلة، يعني منا من قبيلة زوجها، يعني منا بنت عم زوجها، لا من قبيلة أخرى. ماذا فعل الصحابي زوجها؟ قدم لها هدية، هدية 100 ناقة، 100 ناقة ليطيب لها قلبها وخاطرها، لأن ولدها قتل على يد ابن عمه، يعني ابن خي زوجها. زوجها ما دخلوا، زوجها ما دخلوا، عم بيكرمها 100 ناقة لأنها من قبيلة أخرى وهي أم المقتول. يعني هل يلزم الوالد أن يدفع الدية؟ شو دخله هو؟ منه القاتل؟ ليس هو القاتل. ليه أعطاها 100 ناقة؟ 100 ناقة تطيبا لخاطرها، جبرا لخاطرها. هذه أم المقتول. انظروا كيف كانوا. هون عفى عنه مع المقدرة على قتله وتقطيعه أم لا؟ بلى. ماذا قال الرسول؟ وأن تعفو عمن ظلمك. هيك القصة بس بالحكي؟ لا، بالفعل. وعند القدرة على الانتقام تعفو وتصفح. مع القدرة على الانتقام، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام نبي عظيم، وتعرفون صارت الكلمة الأولى له في الملك والحكم في مصر، الكلمة الأولى في الملك والحكم في مصر له. مع ذلك عندما جاء إخوته إليه وكانوا قد كادوا له وتآمروا عليه وأرادوا قتله وألقوه في الجب في البئر، وحصل منهم تلك الأعمال وعملوا ما عملوا من ظلم وفساد، شو اللي صار؟ صار سيدنا يوسف في موقع الحكم أعلى كلمة لقاله بالبلد، لأنه صار المقرب عند الملك وصار الوزير الأول وصار الحاكم. كان قادر سيدنا يوسف يحطهم في السجون. إذا ما بدنا نكتر، يعني إذا ما بدنا نقول أن يرمي بهم للسباع، ما بدنا نقول يكبهم مثلا في الزيت المغلى أو في الماء المغلى أو في الآبار أو أن يقطعهم بالسيوف، لو بدنا نقول ما بدنا نحكي بكل هالمواضيع، بس قادر يتركهم بالسجن كان، ما هيك؟ وهو قادر أنه يقتلهم كان، لكن ماذا قال لهم؟ لا تسريب عليكم اليوم. عم بيهديهم، عم بيطمئنهم. لما عرفوا انه هو الوزير، هو الحاكم، الكلمة لإله، أعلى كلمة له عند الملك. سيدنا يوسف يهدئ من روعهم، قالوا ما تخافوا، لا تسريب عليكم، لا خوف عليكم، لن أعاملكم بالمثل، لن أقابلكم بالمثل، لن أفعل بكم ما فعلتم بي وبأبينا يعقوب. شوفوا سيدنا يوسف شو عمل، أحسن إليهم وأطلق سراحهم وألبسهم من الثياب الفاخرة وقدم لهم الطعام، ثم عاملهم بالحسنى، بالتواضع، بالعفو والصفح. هذا نبي في موقع السلطة. طيب خلينا نشوف أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيدنا نوح كان من شدة ظلم قومه له يضرب حتى يغمى عليه، يظنون مات، يظنونه مات، فيحمى ويوضع أمام بيته، يظنون مات. فإذا أفاق عليه الصلاة والسلام قام وعاود الخروج إليهم يحسن إليهم. أي إحسان؟ أعظم من كل ملك الدنيا والأرض من حيث المال والذهب والفضة وما شابه، لأن الإحسان الذي قدمه لهم نوح
ما هو؟ كان يطلب منهم، كان يدعو قومه كما قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شو كان عم يعمل؟ كان بده إياهم أسلموا، يريد منهم الإسلام ليغفر لهم بالإسلام، ليموتوا على الإسلام فيدخلوا الجنة، فيدخلوا الجنة وهم يضربونه وهم يكيدون له ويتآمرون على قتله، يحمل والعياذ بالله ويرمى أمام بيته. كان يحسن إليهم، يريد لهم الجنة، يريد لهم الإسلام. هذا إحسان سيدنا نوح لقومه، يضربوه بالحجر، يضربوه بالعصا، نبي رسول من أولي العزم. انظروا إلى قوة إحسانه، إلى قوة إحسانه. ثم مما روي في بعض الآثار والأخبار أن معمرا من المشركين، واحد كافر كان عاش كثير بزمن سيدنا نوح، كان مارا واضعا حفيده على كتفه، رأى نوحا عليه السلام ساجدا في الصلاة، شاف سيدنا نوح، شو قال الجد للحفيد؟ قال له: يا بني احذر هذا الشيخ، والعياذ بالله، نبي رسول سيدنا نوح. قال له: يا بني احذر هذا الشيخ، فإن آبائي أوصوني بذلك عن آبائهم، والعياذ بالله. كان يحذر بعض الآباء للأبناء والأجداد للأحفاد من نبي الله نوح، يحذر بعض وهو يحسن إليهم، وهو يحسن إليهم. 950 سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام. الله أكبر، كم صبر. على القول الأكثر للمفسرين والمؤرخين اللي آمنوا معه قريب 80 شخص، هذا القول الأكثر، لكن هناك أقوال أقل من هذا، في بعض الأقوال بتقول 70 شخص. 950 سنة، هذه القاعة وحدها الآن كم فيها من الناس؟ تخيلوا أنتوا قد ايه صبر سيدنا نوح، تخيلوا قد ايه تحمل سيدنا نوح، تخيلوا كل هالعمر وهو صابر مسلم مع الإيذاء، مع الضرب، مع الحرب، مع التآمر عليه، يحسن إليه. الله أكبر، أي صبر هذا؟ أي إحسان هذا؟ 950 سنة، كلنا على بعضنا اللي قاعدين هون، أكبر واحد فينا قد ايه عمره؟ انظروا كم صبر نوح عليه الصلاة والسلام. قال له: يا بني احذر هذا الشيخ، فإن آبائي أوصوني بذلك عن آبائهم لعنة الله عليهم. قال له الحفيد: فلما تتركونه؟ قال: وما كنا نصنع به؟ قال: أنزلني حتى ترى. فأنزله، فذهب هذا الولد إلى حجر وأهوى به على رأس نوح وهو في السجود. انظروا إلى صبر الأنبياء، وإلى تحمل الأنبياء، وإلى إحسان الأنبياء، وإلى عفو الأنبياء، وإلى صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم نبينا محمد المصطفى المشرف المكرم، من فضله الله على العالمين، كان يصلي عند الكعبة، هجموا عليه، أرادوا قتله، أرادوا خنقه وهو يصلي. ليه؟ لا سبهم بالألفاظ البشعة الشنيعة التي تنالهم في أجسادهم، ولا أكل أموالهم، ولا كذب عليهم، ولا خانهم، ولا يعرفون عليه سفه، ولا كذب، ولا غدر، ولا ظلم من طفولته إلى مبعثه. شو كانوا يسموه؟ الأمين. كانوا يسموه الأمين، كانوا يسموه الصادق، كانوا يعرفوه بالصدق والأمانة.
حتى قبل نزول الوحي بيعرف كل الصفات الحسنة الطيبة التي فيه. إذا لماذا هذا البغض؟ لماذا هذا الحقد؟ لماذا هذا العداء؟ لأنه دعاهم للإسلام. الله أكبر، شوفوا قصة نوح، كان عم يدعيهم للإسلام. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء، لماذا نقموا منهم وعليهم؟ لأنهم دعوهم إلى الإسلام، لأنهم دعوهم للإسلام. كان يصلي عند الكعبة فأرادوا خنقه، أرادوا قتله وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. من الذي دفعه وضربه وصار يحامي عن رسول الله؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم سيدنا علي معروف بالجرأة، أسد الحروب، فارس الساحات، لكن أجرأ وأشجع الصحابة أبو بكر، وهذا بقول علي، لأن علي هو نفسه بيقول ما أحد منا تجرأ ودخل بينهم وأنقذ الرسول منهم إلا مين؟ يتكلم عن أبي بكر، أبو بكر الصديق. هذا باعتراف سيدنا علي، هو الذي يحكي الحادثة. فاسمعوا انتبهوا، إجا أبو بكر فصار يدخل فيهم ويدفعهم ويضربهم، فلما رأوا ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه من حيث الجسد، من حيث الجسم كان نحيلا جدا، لكنه كان أقوى البشر بعد الأنبياء، أقوى البشر بعد الأنبياء في طاعة الله، وكان أجرأ الصحابة، أشجع الصحابة، حتى إنه كان إزاره رضي الله عنه لا يستمسك لأنه نحيل جدا، فإزاره يسقط ثم يمسكه، إزاره لا يستمسك. عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن لا يكون الإزار أسفل من الكعبين، قال له يا رسول الله إني أضعه فلا يستمسك، قال له إنك لست ممن يفعله، ها خيلاء يا أبا بكر، لكن هو ضعيف رضي الله عنه، فإزاره يسقط لا يستمسك فيصل إلى الكعبين. هو شو الأحسن والسنة والأفضل؟ إلى نصف الساق. فلما كان إزاره ينزل للكعبين، مش لأنه هو عم يتعمد، تخيلوا قديه كان ضعيف الجسم رضي الله عنه، أما الشجاعة ما دخل الجسم، القوة حيث يجعلها الله، القوة حيث يجعلها الله. بتشوف واحد وزنه 300 كيلو نفسين بيهرب، وبتشوف واحد وزنه 40 كيلو بيواجه 20 رجال، ما دخل الحجم، ما دخل الحجم. لذلك لما رأوا هذا المنظر، أبو بكر عم يضربهم ويدفعهم ويحامي عن رسول الله، تركوا الرسول وصاروا يضربونه، صاروا يضربونه حتى أغمي عليه أبو بكر، وصار يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ربي الله، لأجل هذا يقاتلونه. حمل بعدما أغمي عليه إلى بيته، عندما أفاق قدمت له أمه وزوجته الماء، قال لا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هو بحمد الله بخير كما تحب. شوفوا رجل مغمى عليه بكل هالضرب، صاروا ينتفون لحيته، ينتفون له لحيته، ومع ذلك عندما أفاق ما هو بياكل ولا يشرب، إلا أنه يريد أن يطمئن على رسول الله، إلا أن يرى الرسول، ما هو بيشرب، حتى أنه أمه وزوجته صاروا يهدوه، فصار يتهادى بينهما، إلى أن ذهب فرأى الرسول فاطمأن قلبه وارتاح. انظروا، الرسول كان عند الكعبة يضرب، عند الكعبة وهو ساجد، ألقوا على ظهره سلا جزور. جاءت السيدة فاطمة صارت تبكي وترفع ذلك عن ظهره صلى الله عليه وسلم.
الرسول أوزي أخرج من مكة، تكلموا فيه، قالوا فيه ساحر وشاعر ومجنون وكاهن، وهم يعرفون أنهم يكذبون وأنه بريء من ذلك. الله ماذا قال؟ اسمعوا هذه الآية وحدها تكفي. إنا كفيناك المستهزئين، هذا رد على المشركين وعلى الطاعنين في الرسول. الله يقول له إنا كفيناك المستهزئين، ما استطاعوا أن ينالوا من طرف نعله صلى الله عليه وسلم. حكيوا كثير، قتلوا من قتلوا من أصحابه، يعني ما اقتصروا على مجرد الكلام بل قتلوا من أصحابه، آذوهم، حاربوهم، كادوا لهم، تآمروا عليهم، أخرجوهم من مكة، فكانت الهجرة الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم، صابر، يجود بالكرم والسخاء، والرسول يعلمهم، يدعوهم للإسلام. شو اللي صار؟ اسمعوا، بعد أن هاجر الرسول بأمر من الله من مكة إلى المدينة وليس هربا منهم، رجع الرسول إلى مكة فاتحا منتصرا بجيش جرار من 10,000 مقاتل، من 10,000 مقاتل، يعني مكة وشو صارت تحت قبضته، يعني مكة واللي فيها من البشر والناس وين صاروا؟ تحت سيفه، تحت حكمه، تحت سلطته. رجع فاتحا منتصرا، دخل مكة من جهاتها الأربع ب10,000 مقاتل. ماذا فعل؟ وانتوا تذكروا كل اللي عملوه هن بالنبي والصحابة وبدعوته وما قالوا فيه وكم حاربوه وكم كذبوا دعوته. طيب هلا صار هو الحاكم، السلطة في يده، كيف قابلهم؟ كيف عاملهم؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان صلى الله عليه وسلم لو أراد قادرا على ذبحهم وعلى رميهم في الآبار وعلى تشريدهم في البراري وعلى إخراجهم من مكة وعلى تعليقهم في الشجر، لو أراد لذبحهم، لكن كيف عاملهم؟ اذهبوا. سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، لما رأوا من أخلاقه العظيمة الناس صاروا يدخلون في الإسلام. ما بقى هون هن الحاكمين بمكة، الحكم للرسول، الحكم له، السلطة له، صاروا تحت سيفه وقبضته، ويعفو ويصفح ولا يقابل بالمثل ولا يعاملهم بالمثل. بفترة الصلح والهدنة دخل عدد من الناس من القبائل من العرب في الإسلام الكثير الكثير الكثير، لما عرفوا من صدق النبي وصدق دعوته وقوة حجته، لما رأوا من أخلاقه من تواضعه، كثير ناس أسلموا. حتى قبل ذلك كان الفرد يأتي فيسلم، بعد هذا صارت القبيلة بأكملها تأتي وتدخل في الإسلام، وتدخل في الإسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الذكرى العظيمة، صارنا شهر ونص تقريبا عم نحكي ما يتعلق بالمولد، وحكينا عن الاحتفال بالمولد وعن البدعة الحسنة وأدلة أهل السنة في جواز الاحتفال بالمولد، وردينا على شبهات المشبهة المجسمة، وتكلمنا في تناقضاتهم في الدرس الأخير إذا تتذكروا، وأريناكم الكتب، أبرزنا لكم الكتب. من هذا الرجل العظيم الذي نحتفل به وتحتفل به الدنيا وكل مسلم ومؤمن في الأرض؟ هو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سئل عن صوم يوم الاثنين. يوم الاثنين، انتبهوا، الصحابي
لم يسأله عن يوم مولدك يا رسول الله، عم بيسأله عن صوم يوم الاثنين. شو قال له الرسول؟ ماذا قال الرسول؟ ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. خلي يجاوبونا، لماذا قال ذاك يوم ولدت فيه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الأمة للاعتناء بيوم مولده الشريف، بيوم مولده الشريف. تعرفوا أبو بكر الصديق هو عم بيموت كان في يوم الاثنين سأل السيدة عائشة رضي الله عنها وعنه، قال أي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال إني أحب كل ما كان قريبا من رسول الله. هذا أبو بكر هو عم بيموت، فدعا فتوفي في تلك الليلة قبل فجر الثلاثاء. هذا أبو بكر عم بيموت يحب أن يكون في يوم الاثنين، لأن هذا اليوم له خصوصية. الرسول كان يحبه، والرسول ولد فيه، الرسول هاجر فيه، نزل عليه فيه الوحي، وهكذا. فإذا انظروا، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. الاحتفال بالمولد هو تعظيم لشأن الرسول، ويزيد المؤمنين حبا للرسول وبالرسول وتعلقا بالرسول، ويزيد المؤمنين معرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخباره الزكية من أخلاقه وصفاته. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.